مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة مليئة بالعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا، وكمان كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، وهينورنا ويشرفنا في الجزء الثاني من الحلقة علشان نتكلم في عدد من الأمور والملفات الهامة على الساحة الرياضية المصرية تحديدا. نشوف أبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بني سويف. فايلر يطالب اللاعبين بغلق ملف مباراة النجم والتركيز على الكأس. الفريق الأول يدخل معسكرا مغلقا غدا. اتحاد الكرة يعلن مواعيد جديدة لمباريات الدوري. الأهلي يواجه الزمالك 19 فبراير على استاد القاهرة. تسريبات: ميسي يتوج بالكرة الذهبية وصلاح الثالث. طيب، عندنا أخبار كتير في الحقيقة النهاردة. خلينا نبتدي بالمواعيد الجديدة لجدول الدوري. مواعيد النهاردة أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم لغاية شهر فبراير اللي جاي، وعدد من المباريات الهامة أكيد للنادي الأهلي طبعا، وخصوصا أنه عنده عدد من البطولات، لكن هي أكيد مباريات كلها غاية في الأهمية في مسابقة الدوري العام وأيضا مسابقة كأس مصر. فخلينا نتناول مع حضراتكم أبرز المباريات الخاصة بالنادي الأهلي، لكن في جزئية مهمة الأول بس. يعني يا رب تكون المواعيد دي نهائية، يعني يا رب تكون المواعيد دي هي فعلا اللي هتتلعب، هي كده التوقيتات دي ان شاء الله يتلعب فيها مباريات، مفيش اي تغييرات مفيش اي تعديلات زي اللي حصل قبل كده. هو اللي حصل قبل كده كتير بصراحه، بس احنا عايزين نتكلم على اللي حصل قبل كده مؤخرا، قبل فتره التوقف الطويله دي اللي اثرت على مختلف الفرق في الحقيقه، واكيد النادي الاهلي حتى لو الاهلي كان رجع بطوله الدوري بشكل قوي مع الجونه، لكن اكيد بكل الطرق هو تاثر فنيا بشكل كبير. وفي نفس الوقت انت اجلت له مباراه كانت في التوقيت ده ممكن تكون من اسهل المباريات امام نادي الزمالك في التوقيت ده، نظرا للظروف اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك، ونظرا للحاله ما شاء الله اللي كانت كويسه جدا اللي بيمر بيها النادي الاهلي. فنتمنى ان اتحاد الكره يضع في الاعتبار اهميه عدم التاجيل او التعديل مجددا في مسابقه بطوله الدوري، وان الدنيا تمشي منتظمه كده وما بيبقاش فيه ايه اي امور تعطل البطوله، وخصوصا ان احنا بنتكلم في ايه في جانب تكافؤ الفرص بالنسبه لكل الفرق، احنا مش بنتكلم على الاهلي بس، لا احنا عايزين لكل الفرق. الاعتبارات اللي بتتعمل ساعات كده دي مش عايزينها عشان الدنيا تمشي كويسه ونلاقي الدوري ماشي بالشكل المطلوب من الناحيه الفنيه كمان يكون مميز، وبالتالي ودي نقطه مهمه قوي المنتخبات تستفيد اكثر استفاده، لان هم تاثروا في المباريات اللي فاتت المنتخب الاول بالتحديد بسبب توقف الدوري، توقف غير مبرر حتى لو طبعا الجهات الامنيه قرروا كده في التوقيت ده، لكن في كل الاحوال كان ممكن ان الدنيا تمشي، يعني خصوصا ان لو كان الاهلي والزمالك هيقابلوا بعض في افريقيا ما كانش هينفع تاجل المباراه، ما كان مستحيل المباراه تتاجل يعني. ففي كل الاحوال نتمنى لهم كل التوفيق في الثبات على هذه المواعيد باذن الله، ده هيكون امر مهم. وخلوا بالكم في جزئيه مهمه برضو، الزمالك مثلا هيلاعب الاهلي ايه يوم 18 و19 يا جماعه، الزمالك والاهلي يوم 19 فبراير تمام، قبليها باربع خمس ايام كده الزمالك عنده ماتش السوبر في قطر مع الترجي السوبر الافريقي، فهل هيبقى فيه اعتبارات في التوقيت ده ولا لا؟ لازم الناس تفكر، هم اكيد طالما حطوا المواعيد دي يبقى عارفين المواعيد دي مش هتتغير تحت اي ظرف من الظروف، تحت اي ضغط من الضغوطات في الحقيقه. فان شاء الله باذن الله تكون دي مواعيد نهائيه للفتره اللي جايه لحد شهر فبراير بالنسبه للمباريات في بطوله الدوري. فخلينا نستعرض الاهم بالنسبه لنا مباريات النادي الاهلي في البطوله. يعني ده الجدول طبعا بشكل عام لكل الانديه وبعد التعديلات الاخيره، لكن بشكل خاص انا عايز اتكلم عن النادي الاهلي اللي هيبتدي خلاص مبارياته في شهر ديسمبر بدايه من يوم الثلاث 3 ديسمبر، ومباراه في كاس مصر على استاد القاهره هتلعب مع بني سويف الساعه 7:30، وبعد كده عندك مباراه يوم الجمعه دي مباراه دوري ابطال افريقيا مع الهلال السوداني الساعه 9 على استاد السلام، وبعد كده تلعب يوم الاربعاء مع وادي دجله الساعه 7:30 على استاد السلام. هتقولي ليه استاد السلام؟ هقول لك عشان المباراه بتاعه وادي دجله مباراه الاهلي اللي هي بتاعته
في بطولة الدوري أو في كأس مصر هتبقى فين؟ هتبقى على استاد القاهرة، لكن مباراة من تنظيم وادي دجلة أو هي تبقى مباراة وادي دجلة فالمباراة هتبقى في استاد السلام. الحد عندنا حرس الحدود 15 ديسمبر في استاد القاهرة مباراة الأهلي. الخميس هتلعب الإسماعيلي في استاد الماكس بدل استاد برج العرب اللي فيه إصلاحات. وبعد كده الخميس 19 ديسمبر، الاثنين 23 ديسمبر هتلعب مع الاتحاد. يعني عدد من المباريات المتتاليه بالنسبه للنادي الاهلي محليا، دوري وكاس. لسه مواعيد الكاس بقى لما نشوف لما الفرق تتاهل، ان شاء الله الاهلي يكون موفق يعني في التاهل، وما اكيد عاملين حساب لمواعيد مباريات الكاس حتى لو مش في شهر، حتى لو مش خلال الفتره دي يعني اكيد هيكون بعديها ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مختلف البطولات بعد هذا الجدول الجديد او بعد هذه التعديلات. وعندنا بصراحة مباراة مهمة جدا مع بني سويف، مش عايزين نستقل بالمباراة أو بالمنافس خالص. بالمناسبة هو ماشي بشكل جيد في مبارياته يعني في القسم الثاني، وفي نفس الوقت أنت بتركز في كل البطولات وفي كل المباريات، وده بيبقى هدف أساسي لكل جمهور النادي الأهلي. وأكيد مستنيين كمان بفارق الصبر مباراة الهلال السوداني اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله عشان نعوض الهزيمة أمام النجم الساحلي. ده أمر مهم جدا ابتدينا بيه حلقة النهاردة. خلينا بقى نروح شوية لأخبار النادي الأهلي، وعندنا أخبار كتير بتتعلق بالفريق بعد ما استأنف تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة بني سويف. واحنا عارفين الأهلي كان راح امبارح، هم وصلوا امبارح الفجر، فجر امبارح كده، وخدوا راحة اليوم كله، والنهاردة استأنفوا التدريبات في 8 ساعة العاشرة صباحا. التدريبات كانت تدريبات مهمة، فيها بعض التدريبات الاستشفائية بالنسبة للاعبين اللي شاركوا في المباراة بشكل كامل، مباراة النجم الساحلي، وتدريبات أخرى بدنية ومن خلال بعض الأمور الفنية اللي ركز عليها مستر فايلر لباقي اللاعبين. بكرة إن شاء الله الفريق هيخش معسكر مغلق عشان يستعد لمباراة بني سويف، وهيبقى في إحدى الفنادق القريبة من استاد القاهرة. مستر فايلر كان ليه حديث النهاردة مع اللاعبين قبل المران، وقال لهم يا جماعة خلاص إحنا نقفل ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤقتا، لأن إحنا عندنا بطولة مختلفة وهي بطولة كأس مصر لازم نركز فيها ونركز مع المنافس بشكل كبير، وننسى مباراة النجم الساحلي بكل الظروف اللي مرينا بها في هذه المباراة، وركز على أن مباراة الكأس بتبقى صعبة ومباراة لا تقبل القسمة على اثنين، واللي بيكسب هو اللي بيصعد، فبالتالي لازم نكون مركزين بالشكل المطلوب في هذه المباراة، خصوصا ان هي احد الاهداف المهمة طبعا بطولة كاس مصر بالنسبة للنادي الاهلي. كان في اجتماع كمان ما بين فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والاجتماع ده كان على هامش المران، وكان بخصوص الترتيب للمرحلة المقبلة اللي بيتخللها عدد من المباريات الهامة جدا، والبرنامج اللي هيكون خاص بالفريق، والمناقشة كمان في بعض الأمور الفنية والإدارية الهامة. علي معلول بينفذ برنامجه التأهيلي، واحنا عارفين امبارح قلنا لحضراتكم أن علي معلول هيغيب أسبوعين عن الملاعب، فهو عنده شد خفيف كده في العضلة الضمة، واحدة واحدة بإذن الله هيرجع أسبوعين بالكثير ويكون متواجد مع الفريق، فهيبتدي برنامجه التأهيلي. كمان برنامج استشفائي للاعبين قلناه اللي بيشاركوا او اللي شاركوا في مباراة النجم الساحلي، ومران قوي لثنائي حراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي. الشناوي طبعا كان ليه تدريبات استشفائيه لانه شارك طبعا في مباراة النجم، فشريف اكرامي وعلي لطفي كان ليهم تدريبات اخرى هامه جدا. سعد سمير بيتعافى وبيعود للتدريبات بعد ما كان عنده نزله برد، هو كان غاب عن تدريبات المستبعدين اللي ما سافروش طبعا لتونس لان هو كده كده مش مقيد افريقيا، فبالتالي كان عنده برد وخد العلاج الخاص بنزلة البرد، وخلاص هو بينتظم في تدريبات او شارك في تدريبات امبارح والنهارده كمان، او النهارده اول يوم ليه شارك في تدريبات الجماعيه بشكل قوي. صالح جمعه بيكتفي بالجري في مران الاهلي، وواضح ان هو بيعاني من امر ما يعني خاص باجهاد عضلي او حاجه، وتدريبات خفيفه بالنسبه تدريبات بدنيه خفيفه بالنسبه لصالح جمعه تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالجهاز الفني للنادي الاهلي. دي بعض الاخبار بتتعلق بالفريق. بالمناسبه كمان خليني اقول لكم ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم النهارده تابع مباراه شباب مواليد 99 الاهلي والجيش بملعب جهاز الرياضه العسكري. المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0 والاهلي متصدر المسابقه. وكان اللي حضر المباراه دي افراد الجهاز الفني ديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل مدرب حراس المرمى، وشعيب محلل الاداء. طيب خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا بشكل اوضح كل الامور بتتعلق بمران الفريق النهارده. يا شريف مساء الخير عليك. تحياتي يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشجعي قناه النادي الاهلي، وحشني امير. انت اكتر يا شريف، مفتقدينك الفتره اللي فاتت في الحقيقه.
حبيبي. قول لنا الاخبار عندك ايه؟ خليني اقول لك ان التمرين النهارده كان صباحا يمكن في 11 صباحا يمكن طبعا استعدادا لمباراه بني سويف في كاس مصر اللي هتكون يوم الثلاثاء المقبل باذن الله. يمكن اللي ما يعرفوش عن فريق او جماهير النادي الاهلي ما تعرفوش عن فريق بني سويف، يمكن فريق بني سويف من اقوى الفرق في مجموعه الصعيد في الممتاز، يمكن فريق بينافس على الصعود من الموسم الماضي، يمكن السنه دي بادئ كويس جدا وبينافس على بطاقه الصعود للدوري الممتاز. يعني الاهلي هيلاعب فريق محترم جدا، الاهلي هيلاعب فعلا فريق قوي مش من الفرق الضعيفه. خليني اقول لك ان النهارده مستر فايرر اجتمع مع اللاعبين يمكن حوالي 10 دقائق في الملعب بعد ان فضل طبعا اراحه اللاعبين في الامس علشان خاطر ضغط المباريات. ولازم نحيي مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الاداري في النادي الاهلي بتعامل مع ضغط المباريات بطياره خاصه الى تونس. فعلا فرق جامد لما النادي الاهلي عنده مباراه يوم الثلاث في كاس مصر وعنده مباراه ايضا يوم الجمعه في بطوله افريقيا، فما كانش ينفع خالص النادي الاهلي يروح بتونس بطياره عاديه خالص، كان هياخد اوقات كثيره وكان هيبقى في مشكله في مواعيد مباراه يوم الثلاث ويوم الجمعه. الراجل النهارده فايلر عمل حوالي محاضره 10 دقائق حذر فيها النادي الاهلي من التفكير في مباراه يوم الجمعه مباراه الافريقيه مع الهلال السوداني، التركيز فقط في مباراه بني سويف اللي هتكون بعد بكره، لازم نركز في بطوله كاس مصر ولما لا ما نبص ليه بكاس مصر. الراجل عاوز الدوري، عاوز افريقيا، عاوز كاس مصر، قال اللعيبه افصلوا خالص افريقيا، افصلوا خالص الملف الافريقي وركزوا فقط في مباراه يوم الثلاث. فرقة قوية تعمل لي ليها فيديو اتفرجت على الفريق، الفريق محترم لازم نحترمه عشان نقدر نتخطى دور ال 32 ونتأهل إلى دور ال 16. يمكن بعد هذا المحاضرة اللي استمرت حوالي 10 دقايق لقت قبول طبعا مع لاعبي النادي الأهلي. يمكن اللعيبة اللي شاركت في مباراة النجم الساحلي يمكن النهاردة كان تمرينهم خفيف أكثر منه تمرين استشفائي، هو ده اللي بيعمله معظم فرق العالم، بعد أي مباراة لازم على طول التمرين اللي بعد كده يكون تمرين استشفائي عشان بكره باذن الله يقدروا يؤدوا التمرين بكل قوه. باقي اللاعبين اللي ما شاركتش في مباراه النجم الساحلي النهارده كان عندهم تمرين قوي جدا وتالق فيه لعيبه كتيره جدا على راسهم حسام عاشور واحمد الشيخ. خليني اقول لك النهارده راجع عمل تقسيمه او عمل تقسيمه تالق فيها لاعبين كتير، عمل تخصص على جول عشان يقدروا يفنشوا الهجمات كلها لاهداف. التاهيل ما زال مستمر، العالم معلول اللي بدا ينضم الى التاهيل، كريم نيبت، محمود متولي، صالح جمعه النهارده ما شاركش لان عنده اجهاد عام، باذن الله بكره يكون موجود في التمرين زي ما قلت معلول حوالي اسبوعين باذن الله ويكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي. صالح جمعه بيشتكي من ايه او ليه ليه تدريبات منفرده تاهيليه؟ في حاجه بالنسبه لصالح؟ صالح يمكن التمرينات اللي فاتت كان عنده اجهاد فعشان كده هو اتفضل الجهاز ما يضغطش عليه، اتفضل النهارده يكون التمرين خفيف وباذن الله بكره هتعمله تيست لو كويس باذن الله هيشارك بكره في التمرين بكامل قوته. الجهاز الطبي والجهاز التاهيلي في النادي الاهلي بيبقى حريص اي شكوى من اي لاعب على طول يتعاملوا معاه بسرعه، ما يضغطوش على اللاعب علشان خاطر الاصابه ما تتفاقمش، ما بيلاقوا جهاز في اي عضله بيشتكي منها اللاعب بيفضلوا راحه اللاعب وبيعمل تمرينات استشفائيه، بيعمل تمرينات في الجيم علشان خاطر يقدر يبقى فريش ويبدا يؤدي تمريناته بصفه منتظمه ويبدا يجاري لاعبي النادي الاهلي في التمرينات وما يحصلوش انتكاسه او يحصل له اصابه. ويمكن الجهاز الفني بتاع الجهاز الطبي بيتعامل بهذه الجزئيه باحترافيه شديده في الفتره الاخيره ويبقى حذاري جدا منها قوي، ما بيقدرش يضغط على اللعيبه علشان خاطر ما يحصلش اي اصابات في اللاعب. تمرينة الحراسة المرمى على اقوى مستوى الشناوي سوري شريف اكرامي وعلي لطفي تمرينة قوية جدا ما بين الاثنين. النهارده الشناوي اكتفى بتمرينة خفيفة جدا عشان خاطر الاستشفاء ولكن تألق ملحق كبير جدا لشريف اكرامي مع لطفي بيجاريه ايضا، اللي بيتابع التمرين هيلاقي فيه تألق وفيه منافسة شديدة بين شريف اكرامي وعلي لطفي. بكرة بإذن الله هيكون التمرين وبعد كده معسكر لليلة مباراة طبعا بني سويف، اللي اتمنى بإذن الله يكون التوفيق في صالح النادي الاهلي ويكون الفوز في صالح النادي الاهلي ويتاهل لدور ال 16 في مسابقه كاس مصر. زميل امير عندك استفسار معاك؟ انا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق خلال اليوم والتدريبات واستئنافه لهذه التدريبات استعدادا لمباراة بني سويف. سريعا خليني اقول لكم بعض المباريات العالميه النهارده، يعني في الدوري الانجليزي في نورتش سيتي وارسنال بيتلعب في هذه اللحظات، الشوط الاول خلص 2-1 لنورتش سيتي، ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد، اعتقد شيفيلد كان متقدم
بهدف. هنعرف التطورات. ليستر سيتي كمان شويه هيلعب مع ايفرتون مباراه قويه، ومانشستر يونايتد مع استون فيلا، نجمين المصريين تريزيجيه والمحمدي ممكن يكونوا متواجدين في هذه المباراه. الدوري الاسباني اشبيليه هيلعب ليجانيس، اتلتيك بلباو مع غرناطه، اسبانيول واوساسونا، وختافي وليفانتي، واتلتيكو مدريد وبرشلونه مباراه مهمه قوي الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي يوفنتوس وساسولو، المباراه دي انتهت 2-2 التعادل الايجابي. انتر ميلان سبال هيتلعب لسه، ولاتسيو اودينيزي، بارما وميلان، ونابولي وبولونيا، وفيرونا وروما. دي مباريات الدوري الايطالي. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام: الاهلي يشكو الحكم البوتسواني للكاف سته اسباب وراء خساره الفريق الاحمر امام النجم الساحلي في دوري الابطال. الاخبار: كواليس الهزيمه المفاجاه للاهلي من النجم الساحلي اليوم البائس في رادس. الاهلي يشكو الحكم للكاف وازمه في المقصوره تنتهي بفتح صاله كبار الزوار. الشروق: الاهلي يجهز شكوى للكاف ضد حكم مباراه النجم الساحلي، ارفاق ملف كامل باخطاء جوشوا بوندو والتاكيد على تضرر الفريق من قرارات الحكم فايلر. طرد ايمن اشرف اثر على مجريات اللقاء وتوقيت الهدف صعب، وقدمنا اداء هجوميا جيدا رغم الظروف. في اليوم السابع: الاهلي يشكو حكم مباراه النجم الساحلي للكاف، فايلر يرفض التعليق على التحكيم والاستعدادات لمواجهه بني سويف في الكاس تبدا اليوم. روز اليوسف: الاهلي يدرس تقديم شكوى رسميه ضد حكم مباراه النجم الساحلي للكاف. الدستور: معلول مهدد بالغياب 4 اسابيع وتجهيز محمود وحيد. الاهلي يشكو حكم مباراه النجم للكاف وفايلر للاعبيه، سنتصدر مجموعتنا باذن الله. الوفد: بعد لقاء النجم الساحلي الاهلي يعلن الحرب على التحكيم الافريقي ويشكو بوندو للكاف. موقعة رادس كشفت قلة خبرة فايلر والسويسري يتعهد بالتصحيح. ماشي. الوطن: الأهلي يشكو حكم مباراة النجم للكاف، الفريق يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة بني سويف وغرامات على اللاعبين، ومعلول يغيب 10 أيام. الجمهورية: فايلر يرفض التعليق، الأهلي يفتح الصندوق الأسود للتحكيم الأفريقي. الأخبار المسائي: الأهلي يغلق ملف النجم، فايلر يجهز بديل معلول، والفريق يستعد لمواجهة الكأس. المساء: الأهلي يتجاوز صدمة النجم، ممنوع الكلام عن المباراة والتركيز في مواجهتي بني سويف والهلال، محمود وحيد يعود للخدمة بدلا من معلول. وأخيرا أخبار الرياضة: الفساد التحكيمي عنوانا للكاف، الأموال الملوثة تلطخ وجه الكرة الإفريقية. نبتدي بالأهرام، وكل خلاص في الحقيقة بيتكلم على جوشوا بوندو. يعني في الحقيقة الراجل فرض نفسه بقوة، يعني برافو عليه بصراحة. الناس كلها طبعا متضايقة جدا، والصحافة المصرية بشكل عام بتنتقد أداء الراجل وبتقول هو من أهم الأسباب الرئيسية في هزيمة النادي الأهلي، ودي حقيقة، دي حقيقة فعلا، حكم دون المستوى، واتكلمنا في الموضوع ده امبارح. فبيقول لك 6 أسباب وراء خسارة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي في دوري، هم قالوا السبب الرئيسي طبعا الحكام، وتطرقوا لبعض الأسباب الفنية. احنا مش هنتكلم في الأسباب الفنية لأن المدير الفني في الحقيقة أو الفريق ككل عمل مباراة جيدة طبقا للظروف اللي واجهتك بداية من الدقيقة 13. ف بناء على الظروف دي انت قدرت تتعامل، وقدرت ان انت تفرض شخصيتك في الملعب وتلعب مباراه كبيره وكويسه، وما كنتش عندك اي حمايه من الحكم اطلاقا، الحكم السيء جدا جوشوا. فبالتالي يعني ان شاء الله نتمنى الامور بعد كده تتعدل، يعني رغم ان الواحد بيشك يعني في الموضوع ده، ان كل مره كل سنه نقعد نقول ايه، لا الاتحاد الافريقي بقى هيتعلم من موضوع الحكام دول، لازم يشوف في وقفه، لازم مش عارف ايه، ومفيش حاجه بتحصل للاسف يعني. بس اكيد بعد شكوى النادي الاهلي هيبقى الموضوع في الاعتبار عند الاتحاد الافريقي وعند لجنه الحكام بصراحه، اللي عليها كلام كتير جدا وشكوك كتيره جدا هنتكلم عليها على مدار الحلقه في الحقيقه. نروح للاخبار.
كواليس الهزيمه المفاجاه للاهلي من النجم الساحلي اليوم البائس في رادس. الاهلي يشكو الحكم الكاف وازمه في المقصوره تنتهي بفتح صاله كبار الزوار. يعني بصوا احنا برضه عايزين نتكلم في هي هزيمه مفاجاه طبقا للمعطيات اللي قبل المباراه. الاهلي ما شاء الله فايق قوي والدنيا زي الفل، في المقابل النجم الساحلي كان بيمر ببعض الظروف سواء الاداريه او الفنيه ومدير فني جديد وكلام من ده، بس زي ما قلنا لحضراتكم قبل المباراه في اكتر من مناسبه قلنا لحضراتكم ان ممكن يكون في مدير فني جديد ده يدي دافع مختلف للاعيبه بتاعت النجم. الدافع كان واضح عندهم في الملعب رغم ان انت كنت مسيطر على المباراه بشكل كامل في الحقيقه، والنسب كلها هي اللي بتقول كده. لكن في كل الاحوال هي مش مفاجاه لما تيجي تبص على تاريخ الفرقتين، النجم الساحلي برده فريق كبير جدا وامكانيات عظيمه يعني، لكن في كل الاحوال مرحله وخلصت، مباراه وخلصت، وهنفكر في الجاي. يوم بائس في رادس هو طبعا اي يوم الاهلي بيخسر فيه بيبقى يوم حزين للناس كلها، كل الاهلاويه يعني. موضوع الاهلي يشكو الحكم، خلاص الاهلي شكى الحكم، وازمه في المقصوره تنتهي بفتح صاله كبار الزوار. ازمه المقصوره دي يعني موضوع بيتعلق بايه؟ هم هنا في الخبر بيتكلموا على بعض الازمات اللي حدثت على هامش المباراه، يعني مثلا بيقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ توعد المسؤولين في النجم او مش المسؤولين يعني توعد الجهاز الفني من كواليس يعني الملعب، ودي بتبقى عصبيه ملعب عادي يعني، اللي هو لما تقول لنا مصر بقى وكام ده بيبقى حماس يعني في الملعب يعني، العلاقات دايما كويسه ما بين الاهلي والنجم الساحلي في الحقيقه. موضوع المقصوره ده بقى رئيس البعثه كان الدكتور مهند مجدي، وكان موجود جرحي، كان موجود استاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، والمهندس خالد مرتجي كمان كان موجود في المباراه، فبالتالي مسؤول النجم خصصوا مكان مش مناسب للشخصيات المهمه، شخص اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، فكان في ازمه في المقصوره هم قدروا ان هم يحلوها سريعا من خلال السفير المصري في تونس، وخصصوا صاله كبار الزوار لمسؤولي النادي الاهلي. ماشي. نروح لخبر اخر من الدستور. وبيتكلموا بقى على ايه؟ معلول والغياب عن الاهلي الفتره اللي جايه، والغياب هيمتد هم يعني كاتبين الخبر ان 4 اسابيع، لا احنا اكدنا لحضراتكم امبارح ان غياب علي معلول هيبقى اسبوعين يعني، بس من 10 ايام لاسبوعين، وهيبقى ليه برنامج تاهيلي وبعد كده ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد انتهاء 15 يوم باذن الله. والاهلي يشكو الحكم والكلام ده كله اتكلمنا فيه، لكن يهمني قوي موضوع فايلر وكلامه مع اللاعبين وقال لهم ايه؟ سنتصدر مجموعتنا. وده يعني الشغل على الجانب النفسي مهم جدا بالنسبه للمدير الفني، من الامور اللي لازم يمتاز بيها والسمات اللي لازم تكون عند اي مدير فني موجود في فرق كبيره، بتحديد فريق يكون بحجم النادي الاهلي. فاحنا عندنا مدرب بشخصيه مميزه في الحقيقه، وان شاء الله يكون موفق خلال الفترات الجايه. نروح للوفد، وبيقول لك بعد لقاء النجم الساحلي الاهلي يعلن الحرب على التحكيم الافريقي ويشكو بوندو للكاف. وكمان بيقول لك موقع رادس كشفت لا ماشي ناخد الخبر بقى ده ايه واحده واحده. الاهلي يعلن الحرب، ومش عايزين نقول حرب بس خلاص بقى يا جماعه لازم يبقى في وقفه، والوقفه ابتدى فيها النادي الاهلي من امبارح، لان احنا على مدار سنوات عديده يعني ابتدي كده من ايه من 2007. فاكرين 2007 ايه اللي حصل؟ كان عندنا النجم الساحلي في النهائي مباراه الذهاب هناك في سوسه، ضرب الجزاء واضحه جدا جدا لمحمد بركات ما اتحسبتش، لا وكمان ايه ادى لمحمد بركات انذار ومش هيلعب الماتش الثاني، يعني ما لعبش ماتش العوده. بركات ايه بقى يعني نجم كبير جدا في التوقيت ده يفرق معاك قوي يعني، كان الفرقه كلها نجوم بصراحه يعني. فبالتالي الماتش خلص تعادل 0-0، جينا بقى في القاهره والحكم العرجون، واللي كان بالمناسبه في كلام للكابتن جمال غندور وقال بعد الماتش ده بفتره كبيره، قال لك انا كنت بتكلم على العرجون وقال ان هو كان متعمد هزيمه الاهلي. الاهلي خسر 3-1 في القاهره من النجم الساحلي، وكان لينا ضربتين ثلاثه جزاء وطرد عماد النحاس، حتى لو كان طرد ممكن يكون كان صحيح على ما اتذكر يعني، لكن كان في بعض القرارات من الحكم في المباراه اثرت بشكل مباشر على النتيجه. ادي مرحله 2010 عندك انرامو في قبل النهائي مع الترجي ايده جون، حطوا لامبتي الحكم الشهير اللي اتشطب بعد كده بعد الفضيحه في تصفيات كاس العالم الاخيره ما بين السنغال وجنوب افريقيا. عندك اكتر من مناسبه في الحقيقه. بكاري جسامه، ده بكاري جسامه ده عمل معانا مواقف كتير جدا، ماتش الوداد في 2017 وماتش ايضا الترجي السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني امور كتيره جدا جدا. وليه لا؟ الكلام في الحقيقه عشان نتكلم بصراحه على تونس دايما في موضوع التحكيم ده، على الترجي على النجم، مع احترامنا طبعا للانديه وجماهيرهم، جماهير كلها كبيره يعني وعظيمه، لكن في كل الاحوال في تحقيقات مهمه قوي
في موضوع التحكيم ولجنه الحكام، وعنده وفي لجنه رئيس لجنه الحكام من جيبوتي ده متواجد على طول في تونس، وعنده اقامه على حساب الاتحاد التونسي طبقا للاخبار اللي عرفناها يعني او سمعناها، واللي قالها ضيفنا سعيد علي امبارح الناقد الرياضي، وبعض الصحفيين برضه بيتكلموا في الجزئيه دي. عنده اقامه كامله بقاله 3 سنين موجود في تونس، عايش هناك على حساب الاتحاد التونسي. احنا مش بنقر بالمعلومه، احنا بنقول الكلام اللي بيطلع، الكلام اللي بيتقال، واكيد في تحقيقات هي اللي هتاكد بقى مدى صحه هذا الكلام في الحقيقه. لكن شكوك كتيره جدا بخصوص الحكام، خصوصا في مباريات الانديه التونسيه. ليه لا؟ السنه اللي فاتت نهائي الترجي والوداد، حضراتكم عرفتوا وعشتوا النهائي اللي قعد فتره كبيره، ده هيتلعب مش هيتلعب، مين كسب مين ما كسبش، كلام من ده بسبب الفار. حتى الفار هو موجود كان فيه مشكله، الفار مش شغال دايما في تونس، في الحاجات دي للاسف الشديد. يعني هنشوف هيتم التعامل معاها ازاي خلال الفتره الجايه. ناخد الجزء الثاني بقى من الخبر. موقعة رادس كشفت قلة خبرة فايلر. طب احنا ليه أخفلنا وقعة طرد أيمن أشرف؟ ما هو ممكن لو أيمن أشرف ده ما كانش اتطرد كنا هنقول ساعتها بقى العنوان إيه، لو الأهلي كان كسب أو تعادل حتى كنا هنقول موقعة رادس كشفت القدرات الهائلة لفايلر مثلا، مكان قلة خبرة فايلر. لا لسه الراجل ما تقدرش تحكم عليه في مباراة زي دي أفريقية. انا قلت حقا، انا حكمت عن نفسي على الراجل، الراجل ما شاء الله كويس جدا والشخصيه المطلوبه في النادي الاهلي، لكن لو انت عايز تحكم على مباراه زي دي وكيفيه التعامل معاها من قبل المدير الفني، لا احكم عليه في ظروف طبيعيه، يكون الماتش طبيعي بظروف طبيعيه بحكم جيد، ما فيش طرد من اول الماتش كلام من ده، وشوف هو الراجل هيتعامل ازاي في المباراه يعني. لكن الحكم على فايلر في مباراه زي دي بظروف غير طبيعيه ده مش بصراحه مش منطقي خالص يعني. فكل واحد وليه رايه طبعا، لكن احنا بنحاول نوضح يعني الصوره. وفايلر تعهد بالتصحيح، هو الراجل ان شاء الله باذن الله ماشي بشكل جيد، وان شاء الله احنا متفائلين خير بيه جدا جدا. طيب نروح للمسا. الاهلي يتجاوز صدمه النجم. خلاص بقى ارمي ورا ظهرك، خلاص انسى، هتفكر في اللي جاي. ممنوع الكلام عن المباراه، ده طبيعي، وهو لعيبه الاهلي متعوده على كده، سواء حتى لو كسبت أو لو خسرت. تركيز في مواجهتي بني سويف والهلال، بطولتين مختلفين، مباراة في كأس مصر، مباراة إقصائية، ومباراة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. مهم أوي إن أنت تكسب أول 3 نقاط ليك في هذه المباراة، خصوصا إن هي كمان على أرضك ووسط جمهور الأهلي العظيم اللي هيكون متواجد بعدد 10,000 مشجع في استاد السلام يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة 9 مساء. خلينا بس مع مباراة بني سويف الأول بإذن الله. نروح خلاص كده اتكلمنا في بعض الأخبار اللي بتتعلق في عن النادي الاهلي في الصحف. معلش ممكن نجيب اخبار الرياضه لان برضو العنوان ده مهم لازم نختم بيه. اخبار الرياضه قالت لك ايه؟ قالت لك الفساد التحكيمي عنوانا للكاف، بيقول لك في فساد كبير جدا. وفي الحقيقه الاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي الكبير هو اللي كاتب الخبر ده. الاموال الملوثه تلطخ وجه الكره الافريقيه، وزي ما بقول لحضراتكم نسبات كثيره جدا وتحقيقات في عدد من الامور اللي بتحدث بخصوص التحكيم في بعض المباريات في البطولات الافريقيه المختلفه، ولازم يبقى في تدخل من الفيفا بقى. يعني طالما الفيفا بتتدخل في بعض الامور اللي بتخص الكاف خلال الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه، طب بصوا بالمره على ملف التحكيم، لازم تشوفوا ايه الوضع، لان كده الموضوع فاق عن الحد في الحقيقه يعني. اخبار الاهلي في المواقع نشوفها يلا. في الجول أجندة ديسمبر، الأهلي واجه الإسماعيلي والهلال وبلاتيني. سوبر كورة، فايلر يرفض استعجال عودة معلول. البوابة سبورت، الأهلي يرفض العقوبات المالية الإضافية بعد الهزيمة من النجم الساحلي. اليوم السابع، علامات استفهام حول إقامة وفاري في تونس بعد خسارة الأهلي من النجم الساحلي. 1-3 بعد فوز النجم، 3 مباريات خسرها الأهلي بفعل فاعل. مبتدا، رمضان صبحي على اعتاب فيورنتينا. طيب نبتدي في الجول واللي بتقول لك ماتشات الاهلي في ديسمبر. خلينا نعيدها على حضراتكم بتحديد مباراه الاهلي في الشهر الحالي بس. يوم الثلاث بعد بكره مع بني سويف الساعه 7:30 في استاد القاهره. يوم الجمعه عندك الهلال السوداني ان شاء الله على استاد السلام في دوري ابطال افريقيا. يوم الاربع
11 ديسمبر عندك وادي دجلة استاد السلام، الأحد 15 ديسمبر حرس الحدود في استاد القاهرة، الخميس 19 ديسمبر إسماعيلي استاد الماكس، الاثنين 23 ديسمبر الأهلي والاتحاد استاد القاهرة، 27 ديسمبر يوم الجمعة الأهلي وبلاتينيوم استاد السلام، وبس كده. دي المباريات اللي في شهر ديسمبر، ادي 2 4 6 7 مباريات للأهلي مهمين جدا في شهر ديسمبر، ان شاء الله نكون موفقين فيهم. تعالوا بقى نروح لسوبر كورة. سوبر كورة بتقول لك فايلر يرفض استعجال عودة معلول، اكيد هيبقى في تعامل طبعا بحرص جدا على مع إصابة علي معلول ومع كل الإصابات في النادي الأهلي يعني في الحقيقة. وإصابة عضلية بالذات لما تكون عضلة ضمة لازم هتتأكد مليون في المية مليون في المية قبل ما اللاعب ينزل الملعب، لكن خلاص هو طبيب الفريق الدكتور خالد محمود قال لك خلال أسبوعين علي معلول إن شاء الله يرجع للتدريبات. نروح للبابا سبورت، والاهلي يرفض العقوبات الماليه الاضافيه بعد الهزيمه من النجم الساحلي. اكيد في لائحه خاصه بالعقوبات اكيد في النادي الاهلي، او لما تخسر مثلا هيبقى في عقوبات ماديه كذا، فانت ماشي طبقا للائحه، خصوصا مش هيبقى في عقوبات اضافيه لما يكون اللاعبين عملوا اللي عليهم في المباراه. هل لاعبي الاهلي عملوا اللي عليهم؟ بصراحه اه. هل هم كانوا رجاله في الملعب؟ هل هم واجهوا كل الظروف اللي تعرضوا ليها في مباراه النجم الساحلي؟ دي حقيقه. فخلاص ما فيش عقوبات اضافيه ولا حاجه، انت هتكتفي باللائحه اكيد يعني، وفي الاخر القرار يرجع لكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ومستر فايلر في الموضوع ده. نروح لايه؟ لليوم السابع، والكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه علامات استفهام حول اقامه وباري في تونس بعد خساره الاهلي من النجم الساحلي، ده اللي هو رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وهو بقى له 3 سنين مقيم هناك والناس كلها بتتكلم في الموضوع ده، وبناته كمان هناك بيتعلموا والدنيا بالنسبه له زي الفل، العيشه حلوه في تونس يعني. فهنشوف، لازم يكون في تحقيقات في القصص دي ونشوف نتائجها ايه. 1-3 عامله تحقيق بتقول لك بعد فوز النجم 3 مباريات الاهلي خسرها بفعل فاعل. وهم قال لك ذهاب يعني مباراه الوقائع ايه؟ ذهاب 2007 واتكلمنا فيه، الاياب كمان مباراه العرجون، وعندك كمان في 2010 وانرامو، عدد من المباريات اكتر من كده كمان بصراحه، الاهلي خسر بفعل فعل كتير. لما نخسر فنيا مفيش مشكله عادي، نخسر فنيا مش دايما انت اللي هتبقى الاحسن، ممكن ما يبقاش يومك، لكن لما نخسر بسبب الحكام الواحد بيزعل شويه بصراحه يعني، بتتضايق يعني. لان النادي بيبقى عمل مجهود كبير جدا، المسؤولين، اللاعبين، الجهاز الفني، كل هذه الامور. فبالتالي بتزعل على كل المجهود اللي انت عملته بخطا حكم، يا ريته خطا بيبقى واحد، لا ده اخطاء بتبقى على مدار المباريات يعني. المباريات كلها وعلى مدار مباراه واحده بيبقى اكتر من غلط او خطا يعني. للاسف الشديد. بالمناسبه الناس تقول المباراه ممكن تتعاد، وكلام من ده الكلام ده يا جماعه غير حقيقي يعني. بيقول لك اصل الحكم حكم ماتشين ورا بعض للنجم الساحلي، وهل ده قانوني مش قانوني؟ الحكم ما حكمش ماتشين ورا بعض للنجم يعني، على حد معلوماتنا يعني. وتاكدوا يا جماعه وقولوا لي، بس هو ما حكمش ماتشين ورا بعض جوشوا بونتو يعني، ما حكمش. طيب، فمفيش موضوع الاعاده والكلام ده كلام غير حقيقي يعني. طيب نروح لاخر خبر معانا في مواقع مبتدا، رمضان صبحي على عتاب فرنتينا. نرجع بقى نتكلم شويه بقى على رمضان، الماتش خلص خلاص هنتكلم بقى دلوقتي على رمضان، ندخل على الماتش اللي بعده وتلاقي الكلام على رمضان وقف، بعد كده يخلص الماتش تتكلم على رمضان، كل ده عشان هو اللاعب عار سنه، فالكل بيتنبأ بمستقبل اللاعب اللي بيتألق. هو ما كانش في يومه بصراحه في ماتش النجم الساحلي بصراحه يعني، وهم لعبوا على جانب رمضان ومعلول يعني، فبالتالي رمضان راح ناحيه يعني ظروف المباراه. لكن المهم يقال ان فرنتينا داخل على الخط بقوه مع هدرسفيلد، وبيحاول ان هو يخلص في اللعب بعد انتهاء اعارته مع النادي الاهلي. الكلام سابق لاوانه، ومحدش عارف ايه اللي ممكن يتغير في يوم وليله يعني. واللي احنا نعرفه واللي احنا متاكدين منه مليون في الميه ان رمضان مكمل لحد الموسم، لحد اخر الموسم. لما نيجي مع نهايه اخر الموسم كده هنشوف المفاوضات هتمشي ازاي، سواء من النادي الاهلي، من رمضان، هيكمل هيطلع بره، هنشوف الامور هتمشي ازاي يعني. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، معانا اخبار محليه وعالميه نشوفها. يلا بينا. اليوم السابع، تاجيل اجتماع اللجنه الخماسيه باتحاد الكره بسبب السفريات. سوبر كورة الجبلية، الفار للجميع ولا استثناء لمباريات الأهلي والزمالك. الشروق، وصول أمين عام الفيفا إلى القاهرة بعد جولة إفريقية. الفجر، حسم موقف تريزيجيه من لقاء أستون فيلا ومانشستر يونايتد. 1-3 تريزيجيه يدخل بقوة حسابات المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.
صدى البلد ميرور تكشف الفائز بالكرة الذهبية وترتيب محمد صلاح. سوبر كورة تقارير إنجليزية تكشف غضب محمد صلاح من كلوب بعد استبداله ضد برايتون. اليوم السابع كأس العالم للأندية وصراع أوروبي ديسمبر الناري ينتظر محمد صلاح. في الجول مورينيو جمهور توتنهام لا يحبني لكنه يقبلني. يلا كورة رسميا تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وموناكو لسوء الأحوال الجوية. طيب نبتدي باليوم السابع واللي بتتكلم على ان كان مفروض في اجتماع للجنه الخماسيه يوم الاحد اللي هو النهارده، فقال لك الاجتماع اتاجل بسبب السفريات، وعندهم في اللجنه الخماسيه دكتور جمال محمد علي مسافر في تونس عشان يحضر اجتماعات اتحاد شمال افريقيا، فهم منتظرين ان الكل يكون متواجد يعني عشان يبقى في اجتماع للجنه الخماسيه ويتم الحديث عن بعض الملفات الهامه ابرزها طبعا ملف الفار، رب نخلص من الملف ده ويتطبق باذن الله تعالى، وملف المنتخب الاولمبي والبرنامج اللي عرضه الكابتن شوقي غريب برنامج استعداد للاولمبياد والدوري ومواعيده، الدوري النهارده قالوا المواعيد بتاعته يعني. نروح للسوبر كوره وكلام برده عن الفار. الجبليه بتقول ان الفار هيكون للجميع يعني، وده لازم يعني طبعا عشان مبدا تكافؤ الفرص لازم يكون موجود الفار للجميع. بيقول لك ما فيش استثناءات لمباريات الاهلي والزمالك، يعني ان هو يبقى ماتشات الاهلي والزمالك بس اللي تتلعب بفار، لا ده مش هيبقى منطقي، ده مش هيبقى عادل بصراحه. لازم كل الماتشات في الدوري تتلعب بالفار، دي تاكيدات يعني من الاتحاد المصري لكره القدم او من اللجنه الخماسيه، وهم بيحاولوا في اسرع وقت ان هم يطبقوا تقنيه الفار، ومفروض ان هم شغالين على الملف ده بشكل جيد وسريع، وده شيء هيبقى مهم قوي قبل ما تخش كمان في الدور الثاني. يا ريت يعني لو ينفع مع بدايه الدور الثاني يبقى في فار يعني في مصر، يبقى شيء مميز لان الدور الثاني بيبقى حاسم سواء في القمه او في القاع يعني. نروح للفجر بعض الاخبار المتعلقه بمحترفينا كمان حسم موقف تريزيجيه من لقاء استون فيلا ومانشستر يونايتد. تريزيجيه كان عنده زي اصابه عضليه خفيفه وبالتالي ما لعبش المباراه اللي فاتت، كان احتياطي، لكن في كل الاحوال هو خلاص اصبح جاهز جاهزيه تامه لمباراه مانشستر يونايتد اللي هتتلعب بالظبط الساعه 6:30، مباراه مهمه جدا على ملعب الاولد ترافورد. نروح لوان 3 وبتتكلم برده على تريزيجيه وانه بيدخل حسابات المنتخب الاولمبي بقوه في الاولمبياد. مش عارف يعني ممكن يكون الناس بتحاول يعني تتوقع او تجتهد، مش عارفين كابتن شوقي غريب هيستقر على ايه. كابتن شوقي غريب كل اللي قاله قال ان انا هضم محمد صلاح، انا هبقى عايز محمد صلاح معايا لانه لعيب من احسن لعيبه في العالم ومهم قوي يكون معانا في منتخب مصر الاولمبي في الاولمبياد. قال ده اللعيب الوحيد اللي احنا استقرينا عليه كجهاز فني، الاثنين التانيين لسه ما استقرناش، هنشوف. ده كلام الكابتن شوقي غريب. لكن وان 3 مثلا بيقول لك تريزيجيه بيدخل الحسابات بقوه، لكن في نفس الوقت انت ممكن تفكر فيها من الناحيه الفنيه. تريزيجيه لعيب كبير طبعا، لعيب كبير هيبقى اضافه، هيبقى اضافه، لكن في مكانه مين؟ رمضان صبحي. فانت هتحط اثنين بالقدرات دي مع بعض الا اذا بقى الجهاز الفني بيفكر في مكان ثاني لتريزيجيه او مكان ثاني لرمضان، لكن رمضان في الحقيقه بيتالق وفي تفاهم كبير ما بينه وما بين فتوح في الجانب ده، فما اعتقدش ان تريزيجيه هيلعب على حساب رمضان. ممكن تفكر في حد ثاني يكون اضافه ليك في مراكز اخرى يكون فيها عجز. الكل بيجتهد خلال الفتره الحاليه، لكن هنشوف لحد ما يجي ميعاد البطوله مين اللعيب اللي هيكون في مستواه، مين اللي هيكون جاهز عشان يكون اضافه باذن الله للمنتخب الاولمبي. نروح لخبر اخر من صدى البلد وميرور تكشف الفائز بالكره الذهبيه وترتيب محمد صلاح. يعني في بعض التسريبات اللي خرجت كده قالت لك ايه، ان اللي هيفوز بالكره الذهبيه هو ليونيل ميسي، وهيجي في المركز الثاني فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المدافع الهولندي، وفي المركز الثالث محمد صلاح. وفي الحقيقه ده يبقى حاجه كويسه جدا محمد صلاح في المركز الثالث اعتقد في البالون دور السنه اللي فاتت. هي دي التسريبات، هي دي الورقه اللي اتسربت يعني. لو محمد صلاح خد المركز الثالث تبقى حاجه كويسه. اعتقد السنه اللي فاتت في البالون دور كان واخد الرابع، وفي ذا بيست بتاعت الفيفا كان واخد الثالث على ما اتذكر. فبالتالي محمد صلاح الثالث، الرابع كريستيانو رونالدو، والخامس ساديو ماني، وبعديه اليسون بيكر السادس، وكليان بابي السابع، وديونج فرانكي ديونج الثامن، وديليخت التاسع، وهازارد العاشر. دي التسريبات اللي خرجت يعني. الحفله بكره وهنشوف الامور هتبقى حقيقيه ولا لا يعني. طيب نروح لسوبر كوره.
سوبر كوره بتقول تقارير انجليزيه تكشف غضب محمد صلاح من كلوب بعد استبداله ضد برايتون امبارح. مباراه برايتون وليفربول في الانفيلد خلصت 2-1 لليفربول بهدفي فان دايك، لكن محمد صلاح خرج في الدقيقه 67 او 68. ويعني اكسبريس، صحيفه اكسبريس قالت ان محمد صلاح كان واضح عليه علامات الغضب او متضايق من تغيير كلوب لي في المباراه دي. محمد صلاح في الحقيقه بيمر بفتره صعبه شويه من حيث المستوى الاداء، واعتقد حته تركيزه على احراز الاهداف دي اللي معطلاه شويه للاسف، لكن ان شاء الله نتمنى له العوده لمستواه باذن الله تعالى. نجم كبير جدا واضافه لليفربول والمنتخب وكل حاجه، يعني من ابرز اللعيبه في العالم. بالتالي لسه مع ليفربول محمد صلاح من يوم السابع، وشهر ديسمبر مليء بالتحديات الهامه لليفربول سواء على الصعيد الدوري الانجليزي، كاس العالم للانديه اللي هيبتدي في منتصف الشهر، وايضا تشامبيونز ليج والمراحل الحاسمه في دور المجموعات او اول اخر مباراه في دور المجموعات. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. في الجول وتصريح لجوزيه مورينيو اللي فاز امبارح الفوز الثالث ليه على التوالي امام بورنموث في الدوري الانجليزي، لعب ماتشين دوري انجليزي كسبهم وماتش تشامبيونز ليج كسبه. فبالتالي بيقول ممكن جمهور توتنهام ما بيحبنيش وبيحب اكيد نادي اكتر مني، لكن بيقبلني كمدير فني، عندي تاريخ وعندي سيره ذاتيه كبيره. تصريحات بتبقى معروفه يعني من مورينيو، وقال ان هو هيحاول طبعا يعمل انجازات كبيره مع توتنهام، وفي الحقيقه عنده الامكانيات، يعني من حيث اللاعبين عنده لاعبين مميزين جدا في كل الخطوط، واكيد هيبقى ليه تدعيمات معينه في سواء في يناير او في الصيف اللي جاي. مورينيو مدرب كبير في كل الاحوال. نروح ليلا كوره واخر خبر معانا، وده تاجيل اهو في الدوري الفرنسي، لكن بسبب ايه؟ بسبب احوال جويه. خلي بقى بالك معايا، يعني هو بيقول لك ايه؟ المباراه النهارده المفروض كانت تبقى الساعه 10، مباراه قمه في الدوري الفرنسي ما بين باريس سان جيرمان وموناكو. عرفوا ان الاحوال الجويه ساعه المباراه هتبقى صعبه جدا ومش هينفع المباراه تتلعب، فقال لك احنا هنأجل المباراه. نأجل المباراه. فده ظرف طارئ. اجل عشان المباراه. لو تفتكروا السنه اللي فاتت اهلي والزمالك لعبنا مباراه كده في استاد برج العرب، وكنا عارفين ان الاحوال الجويه هتبقى سيئه، ويعني كل الناس قالت كده في اليوم ده، وكان في اصرار من الاتحاد المصري لكره القدم، العب المباراه، هتلعب المباراه. مش معنى الاصرار في الحاجات دي ما بتصروش في حاجات تانية ان المباراه تتلعب، مش عارف بصراحه، رغم اختلاف الشخصيات يعني. لكن في كل الاحوال لما بيجوا ياجلوا ماتش بيبقى لسبب قهري مش لسبب حاجه تانية. فلازم نتعلم برضو من الناس دي عشان نحاول نتقدم شويه. فمباراه باريس سان جيرمان وموناكو مش هتتلعب خلاص النهارده بسبب سوء الاحوال الجويه. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. هروح لفاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام، ونتكلم في بعض الامور. استنوني. الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ باهي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، اهلا بالساده المشاهدين، والحمد لله. عايزين نقول لوليد سليمان الحاوي كل سنه وهو طيب، فيلر عرضه لنا بيبو مخرجنا الكبير، لعيب كبير قوي وليد سليمان، النهارده بيتم عامه 35 وليه تاريخ حافل مع النادي الاهلي، بطولات واهداف وتألق ما شاء الله، والفترة الحالية تحس ان هو لعيب عنده 25 سنة مش 35 سنة. فكل سنة هو طيب وعبال مليون سنة وليد سليمان، ويفضل في تألق دائم كده مع النادي الأهلي. هو مش مجرد لعيب في النادي الأهلي، ده بدرجة مشجع للنادي الأهلي وليد سليمان، وكلنا نفتكر انتقاله للنادي الأهلي كان ازاي والمشاكل اللي تعرض ليها ودخوله المستشفى، يعني أمور كتيرة جدا ما يقدرش ينساها جمهور النادي الأهلي لأي لاعب بيحب ناديه زي وليد سليمان. بالتاكيد طبعا كل سنه وهو طيب، وكل سنه واسرته الكريمه بخير، ودايما كده كل سنه متالق ومنور في الملاعب. هي طبعا وليد سليمان من اللعيبه اللي عندهم اصرار وكفاح طبعا واراده وتحدي غير عادي، يعني يمكن الكل قال لك ان مع الصفقات الجديده ومع طريقه فايلر الجديده وجلوسه على الدكه او استبعاده عن التشكيلات الاساسيه مع بدايات فايلر مع النادي الاهلي، قال لك ده خلاص انتهى عهد وليد سليمان، لكن وليد سليمان رد عملي وزاد من تدريباته وتدريبات حتى التخصصيه، فاصبح جدير بان هو يكون في التشكيله الاساسيه ويكون على عاتقه الفريق كله، يعني باعتباره طبعا من اكبر اللعيبه سنا هو احمد فتحي، ويبدو ان هو كل ما بيتقدم في العمر كل ما بيعطي وجز العطاء اكتر واكتر،
وامكانياته وبصماته بتبقى واضحه في الملعب. في عنده مرونه تكتيكيه غير عاديه، بيدي اريحيه لاي مدير فني، خبرات كمان خبرات في اي مركز في الملعب. احنا طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب، ودايما كده منور ومتالق في الملاعب. كل سنه وهو طيب. وليد سليمان، عايزين نتكلم في بعض بقى الامور الهامه جدا. بالمناسبه احنا معانا النهارده الاستاذ محمد باهي، لان هو ملم جدا بالفرق اللي في القسم الثاني، تحديدا احنا عندنا مباراه بعد بكره مع بني سويف. اكيد الراجل الاستاذ محمد باهي هيكلمنا بشكل اوضح عن هذا الفريق ومدى اهميته. لكن خلينا نبتدي الاول بمباراه النجم الساحلي، وكيف تابعت هذه المباراه ورايك فيها ايه، وفي الاداء التحكيمي وفي اداء النادي الاهلي وظروف المباراه بشكل كامل. الحقيقه كلنا وكل المتابعين لهذه المباراه، منذ ان اطلق حكم المباراه صافره البدايه وصافره الانطلاقه، الكل يعني كان على يقين ان النادي الاهلي بيلعب جيم مفتوح وبيروح لمرمى المنافس من اقصر الطرق، وكان على اهبه الاستعداد، وكل الكل كان متاهب ان يرى لاعبي الاهلي يصلون ويجولون ويصلون الى مرمى المنافس. ولكن طبعا جه عملية الطرد دي كانت مفاجأة وصادمة للجميع، قبل أن تكون صادمة للاعب نفسه وصادمة لكل من تابع المباراة. الحقيقة طبعا يعني أنا شايف إن الحكم يعني استعجل شوية في القرار. هو الحكم الأول على مستوى المباراة على قد الحدث، ولا أنت شايف اسم الحكم ده مش؟ لا أنا شايف إن المباراة نفسها كانت تتطلب أن يكون الحكم رقم واحد في أفريقيا، مش رقم 2 او رقم 3 او رقم 4. المشكله ان الاتحاد الافريقي او لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي شايف ان دي لسه مباراه في البدايه، في بدايه دوري المجموعات، فاذا هنا المباراه هتكون سهله وسلسه لاي حكم انه يديرها. لكن طبعا هم اخطاوا التقدير، لان المواجهات ما بين 2 اصحاب قوه طبعاً. من القوى الشعبيه يعني وقوه المهريه. امبارح كان في ماتش قوي جدا، الترجي والرجاء، كان مين الحكم؟ فيكتور جوميز، الحكم جنوب افريقي، من طبعًا افضل الحكام في افريقيا طبعًا. فانت اخترت حكم على قد الحدث، على قد المباراه، اسمين كبار، الترجي والرجاء، بالزبط. نفس الحال الاهلي والنجم، ده قمه افريقيه ولسه في ضربه بدايه دور المجموعات يعني. المفروض برضه الاهلي قوه لا يستهان بها، يمكن كان عنده ظروف السنه اللي فاتت لما خرج مبكرا، لكن لا، النادي الاهلي بطل الدوري، ما زال له شعبيه جارفه في الوسط الافريقي والوسط العربي والوسط المصري، ما زالت شعبيته جارفه وما زالت شعبيته ستظل طبعا، ستظل يعني تاريخ كبير. والنجم الساحلي كمان من الفرق القويه صعبه الشعبيه، اذا هنا الحكم ما كانش على مستوى الحدث، الحكم ما كانش على مستوى الاختيار. ده يخلي لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لابد ان هم يراجعوا نفسهم قبل اختيار الرجل المناسب للمباراه المناسبه، لان دي هتقلل من اسهمهم وتقلل من اختياراتهم وتقلل من كفاءتهم لما يجوا يختاروا الحكام، لان اختيار الحكام زي اختيار المراقبين. انت بتختار المراقب المباراه على مستوى الحدث، لازم يكون على الاقل معروف للطرفين ويقدر يلم اي مشكله مبكرا قبل ان تحدث. كذلك اختيار الحكم حتى نفسيا، حتى لما اللعيبه تشوفه في الملعب، انا لما اكون بطل يبقى انا لازم يكون الحكم يكون نمره واحد او طبعاً. نمره 2 بالكثير قوي، على اساس يكون متناسب مع هذا الحدث. لكن انا شايف ان لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي جانبهم الصواب والتوفيق تماما في اختيار هذا الحكم. المشكله انه مش عمليه الطرد بس او اشهار الكارت الاحمر مبكرا في المباراه، بالظبط، لا، هو اسلوبه بقى في المباراه. يعني المفروض ان انت جاي بتحمي اللعيبه، جاي بتحمي اللعيبه، سواء اللعيبه هنا وهنا، هنا وهنا طبعا. ودي وظيفه الحكم نمره واحد، ان هو يحمي اللعيبه في اثناء المباراه داخل، تكون مسؤولياته كامله داخل المستطيل الاخضر. هو ما اداش يعني، هو كان بيحمي لعيبه النجم وما اداش الافضليه للنادي الاهلي. احنا مش عايزين نقول يديله الافضليه ولا يدي الافضليه للنجم، لا، هو انه يكون فير في التعامل مع كل قرار اداري او قرار فني. يعني هو طبعا القرارات الاداريه بالنسبه له كان جانبها الصواب، اما القرارات الفنيه معظمها برضو كان مدي اريحيه للفريق المنافس اكتر. يعني بتشوف اسباب الهزيمه ايه من وجهه نظرك؟ لا، هو الصدمة المبكرة أولا، مع أنت بتلعب خارج ملعبك في جو تنافسي، فريق قوي ليه شعبية وليه هدف وليه طموح، وفي نفس الوقت هو شايف النادي الأهلي بيكسب المباراة تلو الأخرى في الدوري المصري، بيكسب، عنده حلول، عنده فريق، عنده إمكانيات، عنده جهاز فني قوي، عنده
لكن انا شايف ان اولا طرد ايمن اشرف يعني مبكرا دي نمره واحد. هو حاول ان هو يسد هذا العكس. احنا ما حسيناش اثناء المباراه بالنقص العددي ما حسيناش، لكن حصل تغيير تكتيكي في الملعب ده ساهم في ان الاهلي يستحوذ اكتر ويوصل للمرمى اكتر، لكن يوقف على رجله رغم النقص العددي. يعني يمكن دي بتفكرني برضو بالسنين اللي قبل اللي فات لما كان الاهلي في البدايه كان متعثر في افريقيا، ولكن استطاع ان هو يصل للنهائي، يوصل لنهائي دوري رابطه الابطال. انا شايف ان الظروف متشابهه، وانا شايف ان النادي الاهلي قادر على ان هو يلعب مع كارتيرون في 2018 بالظبط، ما بقول لك الموسم اللي قبل اللي فات. فانا شايف ان الاهلي يعني قادر ان هو يوصل للمباراه النهائيه، وان شاء الله يوصل لمنصه التتويج باذن الله. طيب لو الظروف كانت مختلفة شوية في المباراة، يعني لو ما كانش اطرد أيمن أشرف، كنت تتوقع أن الأهلي ممكن يفوز في هذه المباراة؟ ولا كان ممكن الأمور تبقى ماشية إزاي يعني؟ بص، كان هو طبعًا طبقًا للتشكيل للشكل الفني للنادي الأهلي مؤخرًا، كل هذه الأمور الاستراتيجية بتاعت فايلر كلام من ده. النادي الأهلي مع فايلر لا يعرف التكتيك الدفاعي، ما يعرفش زون ديفنس، وما يعرفش جس النبض. مع فايلر مع صفاره المباراه يبقى محاصر الفريق المنافس، وده اللي عمله. بس انا كنت اتمنى ان هو يعني العمليه تبقى في البدايه، وخصوصا المباراه 90 دقيقه، ان احنا نقسم المباراه على مراحل. ان بس هو شاف من وجهه نظره ان هو لو لعب بطريقه حذره او زون ديفنس في البدايه او في وسط الملعب، كان ممكن يدي للفريق المنافس افضليه للهجوم والضغط الهجوم والضغط العالي. لكن انا شايف ان هو عمليه الطرد المفاجئ دوت اربك حسابات النتيجه مش حسابات الاداء. وكان الاهلي استمر على وتيره نفس الوتيره طوال المباراه، وكان ممكن يتعادل على الاقل وان لم يكن يحصد النقاط الثلاثه يعني. طيب بتشوف فرص الاهلي ازاي في الصعود باذن الله؟ شايف الفرص بتتصعب لما بتخسر اول مباراه، ولا ان شاء الله سانحه يعني؟ لا يعني انت اعتبر المباراه رايح جاي، من كده كده انت المفروض ان انت بتلعب المباراه كانها رايح جاي طبعا. هي على اختلاف ان دوري المجموعات، اعتبر ان انت هتلعب حتى المباراه الجايه مثلا النجم الساحلي على ملعبه. اعتقد ان الاهلي في ملعبه هيكون افضل بكتير من ناحيه النتيجه كمان ومن ناحيه الاداء، وممكن يعوض خساره الهدف باكتر من هدف. وانا شايف ان النجم الساحلي مع الفرق المنافسه الثانيه مش هيعمل نفس الانجاز، يمكن هو على ملعبه ليه طبيعه خاصه وليه شراسه خاصه يعني، لكن خارج ملعبه هو دايما بيلعب بطريقه حذره، ما بيلعبش ان هو يروح خارج ملعبه زي ملعبه زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بره زي جوه، فاعتقد ان النادي الاهلي لا ممكن يفرق خلال مباراتين ثلاثه ممكن يستعيد القمه او يصل الى القمه يعني. تتوقع ان يبقى في قرارات من الاتحاد الافريقي او من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بخصوص الحكم، او هيبقى في تعديلات في مستوى الحكام، اي تطور ممكن يحصل، ولا مش متوقع؟ مش متوقع للاسف. مش متوقع برضه؟ لا لا لا. ليه بقى؟ بص، للسيرة الذاتية لسوابق الأعمال. في سوابق أعمال قبل كده، وكنا متوقعين إن بعض الحكام إن هم يخلوهم متقاعدين بدري أو يدوهم عقوبات أو كده. ما حصلش للأسف الشديد، ما حصلش. وده برضو بيفتح باب الاجتهادات الشائعات اللي ممكن تخلي الناس تتكلم في حاجة يعني مش منطقيه، ومش منطق جدا مش منطقيه جدا انك انت ما تعلنش عن عقوبات عن الحكام. وانا بقول لك، انا باكد لك ان هذا الحكم خلال اسابيع قليله قادمه هتلاقيه في الملاعب وبيحكم ومع الدنيا عادي جدا يعني. مفيش فايده يعني. كما تعودنا يعني. ليه الفيفا ما تدخلش في ملف الحكام في الاتحاد الافريقي؟ هو تدخل في بعض الامور يعني. هل هو تدخل في الملف ده ولا لسه؟ بص، لا ما تدخلش، وما اعتقدش انها تدخل. ليه؟ الفيفا دايما كده يقول لك ايه، اهلي والتدخل الحكومي والتدخل الخارجي، فيقول لك دي ده شأن داخلي لكل قاره، وهم اللي من حقهم يختاروا الحكام، وهم اللي من حقهم يتعاملوا مع هذه المنظومه. لكن عشان يقفلوا باب الاجتهادات ويقفلوا باب انك انت لا، ده الفيفا اللي قال لنا، لان لو الفيفا
ابدى ملاحظاته او الفيفا بعد قرارات. بس هو في بعض الملاحظات من فيفا على الاتحاد الافريقي من خلال فاطمه سمور وبعض الامور ملاحظات اداريه وليست ملاحظات فنيه. هناك فارق بين الملاحظات الاداريه والفنيه. طب ما هو تعيين الحكام ده يعتبر جزء اداري برضه. لا ما هو هو المشكله ما يتبع القرارات الاداريه ايه؟ انا خلاص انت بتختار حكام معينين بس هم بقى اخطائهم مش من شان الفيفا ان هم يقول لك دول اخطاء او ما اخطاوش او ما يبعتوش حتى الاتحاد الافريقي يقول لك حاول تختار حاول كده. في مباراه واحده انا بتكلم على السمعه للحكم الافريقي. اكيد السمعه واصله للاتحاد الدولي يعني لازم يشوف حل في الموضوع ده. بص ما دي مش اول مره مش اول واقعه. طب كان ردود افعال الفيفا ايه؟ ما لهمش ردود افعال. هو ما مش عايز يفتح على نفسه ويقول لك ايه انا بتدخل في. طب الحل ايه من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو الحل بقى ان ملهاش حل. انا شايف ان ملهاش حل. ما بص ما حصلش قبل كده ان في نادي يبعت يقول انا مش عايز الحكم فلان ويوافقوا له عليه. يعني هيفضل طول عمرنا كده بالمستوى بتاع الحكام ده في افريقيا. ما هو للاسف الشديد حتى يعني. طب والفار؟ طب الفار اعتقد هيبقى حل رغم ان هو لما كان موجود في النهائي السنه اللي فاتت حصل مشكله برضه. ما حصل مشكله. هو هيحصل مشكله. خلي بالك الفار مش هيبقى. بص انا في اكتر من مره وكان ليا الشرف ان اكون موجود معاك في الشرف لينا اكتر من مره وقلت لك ان الفار ليس الحل. انا مش مقتنع بموضوع الفار ده. ليه يعالج نسبيا؟ يعالج ما انت مش كل شويه توقف المباراه وترجع لشوط. لا على غرابه الدوريات الاوروبيه اللي بنشوفه بيوقف المباراه لما يكون بيسيب اللعب يخلص لغايه لما الكره توقف. طيب ده مع الاخطاء الفنيه. لكن مع الخطا الاداري استحاله تستعين بالفار. استحاله اصل دي خطا اداري. زي ايه؟ زي الطرد او الانذار. لا ليه هيرجع الفار يشوف؟ ما مين رجع قبل كده الفار وقال هو رجع في كلامه؟ بتحصل في اوروبا. انت احنا غير اوروبا خالص. ما نحاول نبقى زيهم. ليه الاتحاد الافريقي ما يحاولش يبقى زيهم؟ بص هم استسلموا على هذا على هذه الوتيره يعني. هو المفروض ان يجي رئيس اتحاد افريقي يغير المنظومه دي كلها يغير المفهوم. لكن المشكله ان كل اللي بيجي على قديمه. بيجي على نفس الوتيره ونفس النظام لكن ما بيجيش بفكره. هات لي كده رئيس اتحاد من ساعه من بعد عيسى حياته. ما فيش. ما هو احمد جيم هل فكر؟ هل انت شفته في مؤتمر صحفي او مؤتمر عالمي او قال لك انا هغير سيستم مثلا معين، هغير في شكل التحكيم او في شكل المسابقات؟ هي نفس المسابقات. هو راجل جاي بيدير. حتى هو كمان دلوقتي لا حول له ولا قوه يعني. هم ملوش سلطان، ملوش سلطه قوي في المنظومه يعني. هل الكاف ما بقاش يعمل حساب المصريين يعني؟ بصراحه بقى كده يعني النفوذ بتاعه المصريين في الحق. احنا بنتكلم في الحق، احنا مش عايزين حد يجامل حد من الانديه المصريه يعني. لكن ما بقوش بيخافوا المصريين مثلا؟ انا بحاول الاقي لها تفسير يعني. بيستقلوا بينا مثلا يعني من الاخر؟ بص ولا الموضوع ايه؟ بص من ساعه ما المصريين ما بقوش مسؤولين في الكاف خلاص شوكة المصريين ضعفت في الاتحاد الافريقي. احنا كان عندنا مصطفى مراد فهمي ومراد فهمي قبل كده، وعندنا ناس شخصيات ما شاء الله يعني كانت بتدير. يعني انت يكفي ان الاتحاد الافريقي تاسس اصلا بسواعد مصريه واستمر سنين طويله بسواعد مصريه لحد ما تقلصت العمليه شيئا فشيئا. عايز اقول لك بقى يعني لغه الفساد هي اللي استشرت بعد كده، ان مين اللي هو يحط ايديه على المنظومه ومين اللي هو يكون له اليد الطولة في المنظومه. يعني هو لازم يعني يبقى في شخص ما من دوله معينه يبقى موجود عشان يبقى في حياد في التحكيم. للاسف للاسف يعني لو ما فيش شخص مثلا زي من اي دوله في الدنيا يعني في افريقيا يعني بالذات يعني مش موجود. لو مفيش شخص مش موجود فانت كده خلاص الدوله دي هتتظلم في كل البطولات. هتتظلم. احنا عندنا كابتن عصام فتحنا برئيس لجنه حكام الاتحاد. لا هل انت حاسس بيه؟ لا طبعا خالص. طيب. وما كناش حاسين بيه برضه هنا في مصر يعني. للاسف احنا عايزين يعني نشوف منه موقف في الامور. لا مش هتشوف موقف. بص لغه المصالح هي تتصالح. انا هتكلم عن سين ولا صاد ولا عين. هو يعني طول ما هو عشان هو عايز يستمر في منصبه فاكيد هو طبعا هيبقى ليه
لمصالحه الشخصيه. يعني كابتن عصام من الشخصيات المحترمه ومن الشخصيات طبعا محترم اللي طبعاً عنده طبعاً اللي عنده طموح انه يوصل لهدفه. هو بيشتغل على الطموح بس على طموحه، ممكن ما يكونش بيراعي مصالح الانديه المصريه شويه. ايوه ما بيفكرش في كيفيه علاج الاخطاء اللي بتواجه الانديه المصريه، على طموحه الشخصي. وكل واحد بيعمل لنفسه مجد شخصي. دي لقطات لبنت عمرو السليه النهارده في المران تمرين، لقطات كويسه في الحقيقه. عمرو السليه في الحقيقه الفتره اللي فاتت ممتاز مع النادي الاهلي المباراه الاخيره، وكان كويس جدا في الحقيقه، ملتزم جدا جدا بصراحه. اللعيبه اللي بتغطي الملعب ربنا يخليها له يا رب يا رب يا رب. طيب اتكلمنا شويه على الملف الافريقي وعلى المباريات النجم، وان شاء الله نتمنى يبقى فيه علاج حتى لو من خلال تدخل الفار، او يبقى فيه فار في كل خصوصا ان الفار كان موجود يا استاذ محمد في بطوله الامم الافريقيه في مصر من الادوار الاقصائيه، كان موجود. كان موجود تمام. طب ليه ما تتعممش التقنيه في كل البطولات الافريقيه؟ ايه اللي معطل يعني؟ بص مش عايز اقول اصل هو مكلف تكلفة مالية، القصة دي ما بقتش يعني. طب انا هقول لحضرتك على حاجة، يعني استاد القاهرة واستاد السلام هما نفس الملعبين اللي كان فيهم فار في بطولة الأمم الأفريقية للكبار. ما تمش استخدام الفار في بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبي. ليه؟ ما ده برضه هيخلينا نفتح ملف تساؤلات عديدة بالنسبة للكاف الاتحاد الأفريقي، ليه ما بيستخدمش الفار في الحاجات دي؟ يعني ده هيخلينا إن احنا نشكك في اختيار كل حكم لكل مباراة. طب انت بتختار او بتدفع بحكم ما في مباراه معينه دون الاستعانه بالفار او الرجوع ليها، لا يبقى العمليه برضو ايه فيها شك، فيها شك يصل الى اليقين. فاحنا نتمنى ان هم يستعينوا بالفار في الحاجات دي بالذات. هو في فساد يعني من الاخر كده جدا فيها. الفساد بيبدا من الفيفا، مش هقول لك من الكاف. بس واضح قوي في الكاف الحقيقه، واضح جدا، واضح يعني جدا يعني استنتاج يعني. بص في شخصيات، ما هو الفساد ده ما هو مش معقول انت تكون مستقيم، شخص مستقيم وتخش منظومه فاسده هتبقى فاسد بسرعه. لا بتحاول، بتعمل محاولات. بس سمعه الاتحاد الافريقي اكتر سمعه ملوثه بالفساد خلال سنوات عديده. يعني مثلا الاتحاد الاوروبي، انت حضرتك بتقول لي مثلا الفيفا بيبقى فيه فساد، الاتحاد الاوروبي ممكن يكون فيه فساد، لكن هل الفساد ده بيأثر على نتائج المباريات بشكل واضح بشكل ملموس؟ لا لا ما بنشوفش الكلام ده. لا 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 في افريقيا بس بنشوف كده ومش بنحس. ما انا ده قصدي. لكن يعني في افريقيا بنحس جدا جدا عالمي، واضح قوي عالمي. بتبقى انت مع صفاره الحكم من ختام المباراه تحس ان الحكم ده مش هيحكم تاني. تبص تلاقيه بعد كام يوم راح مباراه مهمه ومهمه جدا. خلاص هي بص يعني هي بتقافى وتعودوا على كده. احنا بقى انت السؤال بقى الجميل، طب الحل ايه؟ الحل ان احنا بقى بنحاول إن على قد ما نقدر ان احنا نشتغل على الشغل الفني اكتر من الشغل الانتظار. ما انت بتبقى بتشتغل على الشغل الفني بس بتيجي قرارات حكام تبوظ الدنيا. ما انت وانت ما هي البطوله مش مباراه. حلو. البطوله محصله مباريات. حلو. انت هات بقى محصله المباريات دي. ما انت لما بتعمل محصله المباريات دي وتوصل للنهائي بتخسر باسباب التحكيم برضه. لا تعمل بخلاف الاسباب الفنيه برضه عشان ابقى صريح ومنطقي يعني، لكن في اسباب تحكيميه واضحه جدا زي الشمس. بص هو طبعا الوقايه خير من العلاج زي ما بيقولوا. خلاص انت في اسماء معينه لسته معينه من الحكام. لا يا جماعه خلي بالكم بلاش الحكام دي مثلا تدير لنا مباريات. قبلها انت تسبق، هو معلش انت بتستخدم كل اسلحتك. انت جهاز فني ليه دوره في الملعب، انت عندك جهاز اداري، عندك اداره نادي ليها دور خارج الملعب والمفروض انها تؤديه، يعني تحصن أكيد. قرارات او تحسن فعاليات الجهاز الفني. يبقى طيب. الحكام دي يا جماعه معلش، الحكام دي معلش ما على الاقل بتثبت موقف صح. حتى لو هم اصروا ودفعوا بهؤلاء الحكام، لا يبقى انت عندك موقف قبلها. طيب خلينا نتكلم على المواجهه المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، وقبل المواجهه دي عايز اتكلم شويه على المباراه او الجدول الدوري اللي تم تعديله النهارده مواعيد جديده. هل تتوقع استمرار الجدول بالشكل والمعدل الجديد دون تعديلات اخرى زي ما كنا متعودين قبل كده؟ لا اتوقع على الاطلاق. لا اتوقع الانتظام. لا تتوقع الانتظام خالص. ليه بقى؟ لا 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 اصل بص حتى بعد الازمه الاخيره دي اللي حصلت بعد من شهر ونص مفيش فايده يعني. لا مفيش فايده والله، مفيش فايده. لان اولا انت ما حطيتش استراتيجيه واضحه مع بدايه الموسم. طب هتقول لي كده ان كاس مصر حط له جدول في مع بدايه الموسم، حتى الان الجدول اخر حتى دور ال 32
لم يوضع إلا منذ أيام قليلة فاتت، وتواريخها ومبارياتها والقرعة الخاصة بها. طيب خليني أقول خبر سريع بس، أن الأهلي في هذه اللحظات أرسل شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي متضمنة بأربع نقاط هامة جدا. بعد قليل هقول لحضراتكم الخبر بتفاصيله. تفضل يا أستاذ. زي ما قلت لك أن طبعا دخول كاس مصر والإصرار على الانتهاء من كاس مصر في وقت قليل جدا وبضغوط المباريات الكثيرة في الوقت اللي فات، لا ده هيربك حسابات الجدول وهيربك حسابات المواعيد بشكل كبير. طب قول لي انت دور 16 ده ممكن يتلعب امتى؟ هل اعلنوا؟ لا ما اعلنوش. طيب يبقى في مباريات هتتأجل ولا لا؟ هتتسكن في وسط الجدول ولا لا؟ في وسط الدوري ولا لا؟ يبقى لما تتسكن يبقى في مباريات هتتأجل اكيد. طيب خلينا نقرا الخبر الخاص بإرسال النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص المباراة الأخيرة مع النجم الساحلي وأخطاء جوشوا بوندو، وأن النادي الأهلي خلاص لجأ كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي. عايز أقول لحضراتكم الأربع طلبات اللي طلبهم النادي الأهلي، يا ريت يا جماعة تبعتوها لي واضحة شوية عشان أعرف أقول الطلبات. يعني في الحقيقة أنتوا بعتلي الصيغة بتاعت الخبر كله. طيب وهو لم يستحق، بنتكلم يعني الاهلي وارتكب الحكم العديد من الاخطاء التي اثرت في نتيجه المباراه بشكل مباشر عندما قام بطرد ايمن اشرف مدافع الاهلي بعد مرور 12 دقيقه فقط من بدايه المباراه، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقا لنصوص القانون، وده امر كان واضح جدا في الحقيقه. كما تجاهل عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للاهلي عندما لمست الكره ذراع احد مدافعي النجم الساحلي، ده برضه شفناها في مجريات المباراه داخل منطقه الجزاء فريقه، واهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراه بسبب تعمده وعدم احتساب وقت اضافي، وناس كتير فعلا وقعت من فريق النجم الساحلي وخدنا 3 دقائق بس وقت بدل ضايع، 3 دقائق كان فيهم فاول كمان ما اتحسبش. كما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين واصابه العديد من اللاعبين، وتوقف المباراه المشدات التي حدثت بين الحين والاخر، ولم يوفر الحكم البوتسواني الحمايه القانونيه للاعبي الاهلي داخل الملعب والجهاز الفني والاداري خارج الملعب، وتجاوز من اخطاء ارتكبها لاعبه المنافس في اماكن مؤثره من ملعب المباراه. وجاء في شكوى الأهلي أن الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الأفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة، لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتي تهدر حقوق مشروعة للأندية، وتوجه بطولات على نحو تضييع معه كل نحو تضييع معه كل قواعد العداله ومبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه. ولفت الاهلي النظر في شكواه للكاف الى خطوره استمرار الاخطاء التحكيميه واسناد مباريات الحكام بعينهم وعدم وضوح الرؤيه بالنسبه لطريقه تعيين الحكام للمباريات، وشدد النادي على ان مسلسل الاخطاء التحكيميه تكرر كثيرا مع الاهلي تحديدا، دي حقيقه لا سيما في الفتره الاخيره خاصه في المباراه النهائيه موسم 2016 2017، وما يهدر الكثير من الجهد والمال على الاهلي وكل الانديه المشاركه في البطوله القاريه والتي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الاخطاء التحكيميه. عايز اخد تعليق من حضرتك حتى الان على الخبر كده وهنكمله يعني مع بعض. تعليقك ايه؟ لسه انا بقول لك ايه، الاهلي لازم يحصن نفسه قبل، طبعا الاهلي يبقى فعل مش رد فعل. اللي عمله الاهلي ده هو رد فعل. لكن رد فعل. رد فعل. لكن انا اتمنى من النادي الاهلي انه يعمل هو اللي يبقى فعل مش رد فعل. يبدا قبل كل مباراه يبعت برضه يعمل بيان ان كل المباريات مهمه جدا ولابد من اختيار الحكام على مستوى الحدث ومستوى قوه المباريات والحاجات دي، يبقى يسبق
بالهجوم. الاهلي دايما معروف عنه ان هو ما بيعرفش، مش اسلوبه مش الدفاع، اسلوبه الهجوم طبعًا. في النواحي الفنيه لا احنا عايزين كمان اسلوب الهجوم، مش هجوم مش التطاول، الهجوم ان انت تبدا، انت تبقى انت فعل وتقدر، لان انت لازم تخاف على مصالحك. اصل تبقى فعل ازاي يا استاذ محمد؟ يعني تعمل ايه قبل اي مباراه؟ تبعت للكاف يا جماعه احنا قبل مباراتنا مع سين او صاد او عين اي فرقه، لا احنا المباراه مهمه ونتمنى اختيار حكام طاقم تحكيم على مستوى الحدث والحاجات دي. ده حقك طبعا، حقك القانوني والشرعي. هل انت لما تيجي تبعت فاكس زي ده بهذا المنطوق هيقول لك النادي الاهلي بيضغط؟ لا، انا ما بقولكش اختيار حكام بعينهم، انا بقول لك اختيار العداله التحكيميه، اختيار اشخاص اللي يتناسبوا مع حدث، مع اهميه كل مباراه طبعا. وده حق الشرع، يعني حق الطبيعي. طيب، وفي ختام شكواه أكد الأهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية. وحدد الأهلي، ده بقى جزء مهم قوي في الخبر في الحقيقة، وحدد الأهلي 4 طلبات من الكاف، بدأها بضرورة تطبيق تقنية الفار في مختلف مراحل البطولات الأفريقية ابتداء من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها مؤكد. وطلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة. ثالث طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الطلب الرابع قال لك إيه؟ أما الطلب الرابع للأهلي فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح. وأكد الأهلي على دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الأفريقية، ومن بينها منظومة التحكيم. تمام، هاخد تعليق حضرتك بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع نعلق على هذا الخبر الآن. يلا بينا. طيب، قبل الفاصل، النادي الأهلي خلاص بشكل رسمي قدم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص الحكم جوشوا بوندو وبخصوص التحكيم في القارة بشكل عام وكيفية تطوير التحكيم. خلينا نتكلم في خبر النادي الأهلي بتفاصيل محددة. في الأول النادي الأهلي قال إيه؟ الأهلي رصد كل الأخطاء اللي حصلت في مباراة النجم الساحلي، بداية بطرد أيمن أشرف، مرورا بتجاهل الحكم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، الكرة اللي كان فيها حسين شحات مع مدافع النجم الساحلي في الشوط الاول، الكرة كانت في الحقيقة مشيت على ايد اللاعب، لاعب النجم الساحلي، ايوه هي دي، شكرا يا بيبو، وما حسبهاش الحكم جوشوا بوندو. ده كانت تاني حاجة. تالت حاجة ان الحكم اهدر الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت اضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين واصابه العديد من اللاعبين. يعني انت حسبت 3 دقائق بس وقت ضايع، خصوصا ان كان في عدد كبير جدا من الاصابات في الملعب بالنسبه للاعبي النجم الساحلي، عدد كبير جدا من الالتحامات المشادات ما بين لاعبي الفريقين. وده ثالث حاجه. رابع حاجه، المباراه شهدت مشادات عديده حدثت بين الحين والاخر، ولم يوفر الحكم البتسوني الحمايه القانونيه للاعبي الاهلي داخل الملعب، ما كانش فيه انذارات مثلا كلام من ده بالنسبه للاعبين او تحذير حتى شديد اللهجه لبعض لاعبي النجم الساحلي. وكمان تجاوز عن اخطاء ارتكبها لاعبه المنافس في اماكن مؤثره من ملعب المباراه، واهمها وابرزها طبعا الخطا اللي كان على حدود ال 18 مع نهايه المباراه بالتحديد في الوقت بدل الضايع. بالتالي كمان النادي الاهلي قال ايه؟ قال يا جماعه احنا عارفين المجهود الكبير جدا اللي بيقوم به الاتحاد الافريقي لتطوير اللعبه، لكن لازم تبصوا على جزء الحكام، على منظومه التحكيم في الاتحاد الافريقي، تحاولوا تعدلوا منها. وطلب 4 طلبات مهمين جدا، خلينا نقولهم مع حضراتكم واحده واحده. اول حاجه، تطبيق تقنيه الفار في مختلف مراحل البطوله، ما بيبقاش مرحله معينه، ما تجيش في النهائي بس تطبق الفار، لا، طبقها في كل مراحل البطوله لان ده هيبقى شيء مهم جدا. تمام. تاني حاجة قال لك ايه؟ طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لنفس الفريق في نفس البطولة. يعني ما يبقاش الحكم ده حكم ماتش مثلا لفريق النجم ويحكم ماتش تاني في نفس البطولة، لا، نوع في الحكام يعني عشان برضه ما يبقاش فيه لغط يعني. تالت حاجة، طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة لأصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على مستوى
القارة الأفريقية. رابع حاجة وآخر طلب طلبه النادي الأهلي فتمثل في ضرورة التأكيد على أن اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر كل أزمة مع كل أزمة دون مبرر واضح. عايز أخد تعليق من حضرتك. بص، طبعا من أهم طلبات النادي الأهلي هو اختيار حكام النخبة، لأن هذا الحكم البوتسواني، بوتسوانا تاريخها إيه في كرة القدم؟ عشان تطلع حكم دولي ويرتقي لأن يكون مثلا في الصفوف الأمامية للحكام، ما لهاش تاريخ في كرة القدم. لكن التاريخ تاريخ مصر، تاريخ النادي الأهلي، تاريخ أندية. هو اللي غير يا أستاذ محمد، يعني ماتش امبارح الرجاء والترجي أنت مودي حكم زي فيكتور جوميز موجود، اشمعنى ماتش الأهلي والنجم يعني ما توديش؟ بالظبط بالظبط، حاجة غريبة يعني. أنت الحكم اللي هو المجهول اللي جاي من دولة كروية مجهولة، أنا بتكلم عن الكورة مع احترام لكل الدول، إن هويتها الكروية مجهولة، فده يثير الشبهات ويثير الشكوك، لأن أنت بتدفع بحكم مش مصنف يعني بشكل كبير. فإذا هنا اختيار ده من العدالة، أنك أنت بتختار الحكام النخبة. نمرة اتنين، النادي الأهلي بيطلب بشكل عام، ما بيطلبش بيقول لك عين لي حكم، ما بيقولش عين لي حكم، بيقول يتم تعيين حكام، يتم مراعاة اختيار تعيين الحكام. إذا هنا مش ليا، مش للنادي الأهلي، لكل الأندية، لأن الأندية بتصرف كتير قوي، بتتعب كتير قوي، بتشقى كتير قوي عشان تحصل على لقب. لو في جزئية مهمة قوي، الخبر التاني أو القرار التاني مثلا أو الطلب التاني، قال لك إيه؟ قال لك ما يبقاش نفس الحكم بتعينه نفس الفريق في نفس البطولة. بالظبط، ده أنا عايز أتكلم فيه بالموضوع ده، لأن أنت ما عندكش حكم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، أنت عندك على الأقل 15 حكم تصنيف الفئة الأولى. ويا دوبك هم كام مباراه يعني، العمليه مش عملت يا دوبك على قد لحافك مد رجليك ولا على قد غنماتك يا جوح، لا ده انت عندك حكام وعندك اسماء، فهنا لابد برضه انك انت تراعي. اللعبه اللي كانت المباراه اتحسبتش فاول يعني في الوقت بقى الضايع، يعني كان مؤثر جدا الاصرار. تعال بقى حاجه مهمه جدا، اتفضل. اولا انت من المتعارف عليه لما يجي اي فرقه بتعمل تغييرات على الاقل بتاخد لها 30 ثانية، كل تغيير ب 30 ثانية، إذا التغييرات 3 دقايق من المتعرف عليه. أضف بقى لكل بقى توقف المباراة للعلاج والحاجات دي. ومفيش حماية للاعبين، أنت شفت التدخلات عاملة إزاي من اللاعب النجم الساحلي؟ يعني وزادت التدخلات على مدار المباراة، لأن يعني مفيش أي تحذير من الحكم ولا أي إنذارات ولا أي أسلوب الترهيب، أسلوب الترهيب والتخويف. برضه يعني أنت عندك لعيبة، معلش، لعيبة بالملايين، ما ينفعش نتعامل معاهم بالشكل دوت. زي ما النادي الاهلي، هو النادي الاهلي اصلا هو طريقه لعبه مش طريقه خشنه، او هو بيتعمد اصابه المنافسين او يعني هات لي حتى على مدار المسابقات كلها معظم اللعيبه هي اللي بتتصاب من النادي الاهلي. 3 دقايق بس، حاجه ما انا بقول لك 3 دقايق، يا دوبك دي التغييرات اللي حصلت. طب الاصابات ما حسبهاش ليه؟ الاصابات والتوقفات والحاجات دي كلها حاجه غريبه. فاذا هنا مع سبق الاصرار والترصد، هذا الحكم مع سبق الاصرار والترصد هو بيبيت النيه للاطاحه بالاهلي في هذه المباراه بالذات. اخر طلب كمان طلبه الاهلي، قال لك ايه؟ يا جماعه بعد اذنكم في الاتحاد الافريقي، بعد اذنكم اكدوا على لجنه الحكام وهم بيعينوا الحكام ان هم يلتزموا بالحياديه والشفافيه، خاصه وان الاخطاء هي بتتكرر، يعني الموضوع هو بيحصل. فبعد اذنكم اكدوا عليهم ان هم يكونوا ايه؟ عندهم حياديه وشفافيه في اداره المباريات يعني. بس ما بيحصلش ان هو لما يجي يتعمل مثلا اختبارات لحكام النخبه او لحكام الورنر تيست او الفيديو تيست او الحاجات دي، ما بيحصلش ان هم يعمل لهم محاضره مخصوصه عشان يقول لهم ايه؟ لا التزموا الحياد ولا الكلام من ده. هو كل اللي بيتكلموه ان هو بيشوفوا اخطاء التحكيم وبيحاولوا انه ما يكررهاش، لكن ما بيتعاملش على الجانب النفسي. محاضرات في الاتحاد الافريقي مع الحكام تعملش تماما، لا تعمل مع الجانب النفسي مع الحكام ولا تعمل مع الجانب التربوي، ودي طبعا كارثه وكبيره، فبيسيبوا كل حكم يدير المباراه على هواه، ودي طبعا مشكله كبيره يعني. طيب اهميه الشكوى دي من وجهه نظرك؟ لا اكيد هتجيب صدى،
ممكن مع المكابرة ومع رد فعل الاتحاد الأفريقي لو هو تجاهلها في الظاهر، لا هي في الباطن هي مؤثرة، لا مؤثرة جدا جدا، وأنا أتمنى أنها تلقى صدى متميز وياخدوا بالشكوى. يعني كيفية تعامل الاتحاد الأفريقي مع الشكوى دي إزاي؟ ما أنا بقول لك يعني في ظاهرها تجاهل، أنا يعني خد يعني رد الفعل مش هيبعتوا الرد خالص ولا هيتكلموا فيها، لكن جوه الاتحاد الأفريقي وجوه اللجنة اجتماعات ممكن تلقى صدى داخلي، ولكن هي جايه من نادي كبير زي النادي الاهلي. يعني بالظبط يعني هم انا مش متوقع ان هم يردوا رد ويقول لك ايه ايماء لما وصل اننا من النادي الاهلي من خطبه كذا وكذا وكذا، طب احنا هنعمل كذا، لا مش هي، لكن هم من جوام يعني او من رد افعالهم لا هم هيحاولوا ان هم يظبطوا الدنيا شويه. يعني نتمنى يا رب ان هم يظبطوا الدنيا شويه فعلا، رغم ان ده هيبقى صعب، لكن لازم يقوموا ويكونوا على قد المسؤوليه ويحاولوا يعالجوا كل مثل هذه الامور اللي بتواجه الانديه الافريقيه بشكل عام، مش الاهلي بس، الاهلي تحديدا بصراحه على مدار سنوات كثيره بيواجه ازمات تحكيميه في المباريات الافريقيه. نتمنى كل التوفيق للاتحاد الافريقي، للجنه الحكام، ان هم ياخدوا طبعا الشكوى دي حيز الاعتبار ويحاولوا ان هم يتعاملوا معاها بالشكل الجيد اللي يكون في النهايه في صالح الكره الافريقيه. كنا حابين طبعا نتكلم عن مباراه الاهلي وبني سويف وكاس مصر وكلام من ده، لكن للاسف الوقت داهمنا، وكان خبر مهم جدا خبر الشكوى للاتحاد الافريقي. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام كان ضيف حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.